التوم بيخفض الضغط، الملح بيرفع الضغط، الزبادي بيخفض الضغط، المخلل بيرفع الضغط، الرمان بيخفض الضغط، الكافيين بيرفع الضغط زي الشاي والقهوة والكاكاو، بذور الكتان بتخفض الضغط، الزبدة بترفع الضغط، الشوفان بيخفض الضغط، منتجات الألبان بترفع الضغط، البوتاسيوم زي الموز بيخفض الضغط، الدهون المشبعة بترفع الضغط. فخلوا بالكم ودمتم سالمين. اشرب مية الصبح علشان تنشط الأعضاء الداخلية بتاعت جسمك. اشرب مية بعد التمرين علشان تعوض السوائل اللي انت فقدتها. اشرب مية قبل الأكل بنص ساعة علشان تحسن لك من الهضم. اشرب مية قبل الاستحمام عشان تخفض لك ضغط الدم. اشرب مية قبل النوم عشان تحسن من الدورة الدموية، وكمان هتساعدك على طرد السموم من الجسم. اشرب مية لو حسيت بخمول علشان ده ممكن يكون سببه جفاف. اشرب مية لو انت بدأت تحس ان عندك مرض هترفع لك المناعة. لما تحس ان انت مكتئب اشرب مية كتير هتخفف لك من الاكتئاب، ودي افضل اوقات تشرب فيها المية. ودمتم سالمين. الزبيب فوائده ايه؟ بيعالج الامساك وبيمد الجسم بالطاقة، وبيساعد على الهضم وبيطرد السموم من الجسم، وكمان بيخفض ضغط الدم، وبيحمي الاسنان كمان من التسوس، بيعزز صحة العظام والمفاصل. الزبيب فوائده ممتازة جدا. ودمتم سالمين. ما تشربش قهوة لو انت بتعاني من القولون العصبي. ما تشربيش قهوة لو انت حامل، لان ده ممكن يعمل اجهاض او ولادة مبكرة. ما تشربش قهوة لو انت بتعاني من امراض القلب زي عدم انتظام ضربات القلب. ما تشربش قهوة لو انت بتعاني من فرط نشاط المثانة. ما تشربش قهوة لو انت بتعاني من ارتفاع ضغط العين. ما تشربيش قهوة لو انت بترضعي، لان ده ممكن يسبب لك جفاف. ما تشربش قهوة لو انت بتعاني من اضطرابات النوم. ما تشربش قهوة لو انت بتعاني من قلق او معرض لنوبات الهلع. ما تشربش قهوة لو انت بتعاني من الاسهال. ما تشربش قهوة لو انت بتعاني من الصرع. ما تشربش قهوة لو انت اقل من 12 سنة. ما تشربش قهوة لو انت بتعاني من ارتجاع المريء. كل دول ممنوع عنهم ان هم يشربوا قهوة. ودمتم سالمين. افضل 10 اطباء في العالم. 1 اشعة الشمس، 2 كثرة شرب المية، 3 النوم الكافي بالليل، 4 الهواء النقي، 5 المشي نص ساعة يوميا، 6 الغذاء الصحي المتوازن، 7 الاستماع الى العلماء، 8 العسل، 9 الحبة السوداء، 10 واخيرا القناعة. ودمتم سالمين. حروق المطبخ، ازاي تتعاملوا مع حروق المطبخ؟ مبدئيا كده هتمرر المية الباردة على مكان الحرق من 3 ل 5 دقايق، وبعد كده هنشف المكان بالراحة. هستخدم بعدها كريم ميبو على المنطقة دي 5 مرات في اليوم لمدة 5 أيام. خلوا بالكم دي الطريقة الصحيحة للتعامل مع حروق المطبخ. ودمتم سالمين. اغسل اللبس الجديد قبل ما تلبسه، لان ده ممكن يسبب لك مشاكل صحية، لان كمان ما تعرفش مين اللي كان لابسه قيسه قبلك، وهل الشخص اللي كان لابسه ده كان عنده مشاكل صحية ولا لا. الامراض المنتشرة في الملابس الجديدة زي الاكزيما، كمان الاصابة بامراض فطرية وبكتيرية وفيروسية، فخلي بالك من الموضوع ده. وقت ما تشتري لبس جديد لازم تاخده وتغسله الاول وبعد كده تلبسه. ودمتم سالمين. ابتعدي عن سرطان الثدي انك تبتعدي عن الضغوط النفسية. بعيد عنك سرطان الثدي انك تخلي وزنك مظبوط. بعيد عنك سرطان الثدي والعب رياضة. بعيد عنك سرطان الثدي ورضعي طبيعي. بعيد عنك سرطان الثدي انك تحدي من التعرض للإشعاع. بعيد عنك سرطان الثدي انك تاكلي اكل صحي. بعيد عنك سرطان الثدي انك تتجنبي عن العلاج الهرموني بعد انقطاع الدورة الشهرية. ابتعدي عن سرطان الثدي بانك تبتعدي عن تناول حبوب منع الحمل لفترات طويلة. ابعدي عن سرطان الثدي انك تعملي فحص بعد الاربعين سنة كل سنتين. كل دول هيخلوكي بعيد عن سرطان الثدي. فخلوا بالكم ودمتم سالمين. اكتئاب، كل جزر وسبانخ وتفاح وشمندر. مريض سكر، جزر وسبانخ وكرافس. التهاب المفاصل، جزر وكرافس واناناس وليمون واي حوامض. حصل كلى، برتقال وتفاح وبطيخ وليمون. ضغط نفسي، موز وفراوله. لو حاسس بتعب، جزر وشمندر وليمون وسبانخ وتفاح اخضر. لو عندك فقدان في الذاكره، رمان وشمندر وعنب. لو في عسر هضم، اناناس وجزر وليمون ونعناع. انفلونزا، جزر واناناس وزنجبيل وتوم. لو في وجع في الراس، تفاح وخيار وزنجبيل وكرافس. طيب تنظيف الكلى، جزر وبطيخ وخيار وكزبره. طيب لو في امساك، جزر وتفاح وملفوف طازه. لو في عصبيه، جزر وكرافس ورمان. العصاير دي مهمه جدا جدا في الحالات اللي قلت لك عليها. ودمتم سالمين. التين الشوكي وعشاء التين الشوكي.
التين الشوكي بيقوي المناعة، بينظم مستويات السكر في الدم، وبيحسن من الجهاز الهضمي، بيحسن صحة القلب والشرايين، وبيقوي العظام والأسنان، وبيقلل من فرص الإصابة بالسرطان، وبيقي من تساقط الشعر، بيقلل من فرص الإصابة بأمراض الكبد، بيقي من بعض مشكلات البشرة زي التصبغات والهالات السوداء. التين الشوكي ليه فوائد كتيرة جدا، ودمتم سالمين. 6 تحاليل مهمة لتساقط الشعر. مبدئيا كده الهيموجلوبين، تحليل فيتامين بي 12، وتحليل فيتامين د، وتحليل التي اس اتش الغدة الدرقية، وتحليل الزنك، وتحليل الفيريتين. دول التحاليل الخاصة بتساقط الشعر، ودمتم سالمين. تشوهات الحيوانات المنوية، ايه اللي بيترتب عليها؟ 1 عدم الانجاب بالطريقة الطبيعية، 2 فشل طرق التلقيح الصناعي، 3 فشل عمليات اطفال الانابيب، 4 اجهاض مستمر، 5 عدم اكتمال الحمل، 6 حمل خارج الرحم، 7 حمل عنقودي، 8 اجنة مشوهة، 9 اطفال باعاقة مختلفة. كل دول بيعملهم لو في تشوهات عندك في الحيوانات المنوية. خلوا بالكم واطمنوا على نفسكم، ودمتم سالمين. ارتفاع ضغط الدم بيوديك لتصلب شرايين وحدوث جلطات دموية. نقص الفسفور في الجسم بيعمل لك اجهاد وتعب. زيت الزيتون بيرفع نسبة الكوليسترول النافعة وبيقلل نسبة الكوليسترول الضارة. التوم ليه القدرة على حماية القلب من المشاكل اللي بتحصل ليه، زي ان هي مثلا ممكن تحمي من نوبات القلبية، كمان تصلب الشرايين، وبتقلل من فرص تجلط الدم داخل الشرايين. ارتفاع ضغط الدم المستمر ممكن يؤدي الى تراكم السوائل في الرئتين. ادمان الخمرة بيؤدي الى اتلاف المخ والاصابة المتكررة دايما بالجلطات. كثرة القهوة مضرة لمرضى القلب. الصداع النصفي بيقل مع تقدم العمر، ودمتم سالمين.